طيب الإسلام العقلاني. طبعا الإسلام العقلاني بيقول إيه؟ أول ما ربنا أنا هتمثلك بحديث أنا حافظه من الإمام الغزالي إحياء علوم الدين، بيقول كده وأرجو لا أخطئ، بيقول أول ما خلق الله خلق العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أعز عليك منك، بك أثيب وبك أعاقب. يعني الله سبحانه وتعالى خلق فينا العقل لكي يكون حجة علينا، وعشان نطيعه ونفهمه بعقلنا أولا. وعشان كده الشيخ محمد عبده قال الإسلام أصوله خمسة: واحد العقل، اثنين إذا تضارب العقل مع النص أول النص لكي يمشي مع العقل، ثلاثة عدم التكفير إلى آخره، لغاية ما نصل لخمسة: لا سلطة دينية في الإسلام. نسوا دي الإخوان الأزهريين، لا سلطة دينية وليس هم سلطة. هل هم يخشون من أنه يعني من فترة قريبة قوي، من أيام رئيس جامعة الأزهر على فكرة أصدر قرار، وطبعا المقصود به منع ذوي الحرية العقلانية أكثر في الاجتهاد من الحديث في التلفزيونات. تقصد الدكتور سعد الهلال؟ سعد الهلال والمقصود بها سعد الهلال الأكثر ولا أقل، إلا بعد ما يستأذنوا. وآخر خبر أنا سمعته امبارح أو النهاردة أنهم بيعملوا الإيه قواعد كده لما يسمى بالأصول السليمة التي ينبغي أن يتحدث في إطارها، ومين اللي هيحطها إن شاء الله. في نفس الوقت برضو هم برضو بينتقدوا من ليس له في الدين من الحديث في الدين، يعني بينتقدوا سيادتك لأنك يعني بأي صفة تتحدث بتاع قسم اللغة العربية. طب هرد عليهم بحاجة بسيطة كده. محمد عبده أليس هذا أستاذهم جميعا؟ بقول من حق كل مسلم اكتملت له شروط الاجتهاد أن يجتهد في فهم كتاب الله وسنة رسول الله. ما هي شروط الاجتهاد دي مسألة نسبية، يعني هم يروها كذا وحضرتك شايفها كذا وأنا شايفها كذا. لا، هي الشروط عن محمد عبده على فكرة مش معجزة، ده هذا من قبيل التلبيس أو التلبيس العامة زي ما بيقول. هو إنك أنت تبقى عارف قواعد اللغة العربية جيدا، عندك مجموعة من المعارف التي لا بأس بها بعلوم الأصول والفقه وكتب التفسير والحديث بس. طيب ما هو الأزهر أهم من ده كله عقلك. الأزهر في الآونة الأخيرة دكتور جابر يعني بدأ في غربلة المناهج والكتب وتنقيحها وتطويرها إلى حد ما. إلى حد فين المشكلة؟ طيب المشكلة في عمل ده، لا يعملون العقل. تعال للقواعد الأشعرية نفسها التي يعتمدها الأزهر باعتباره هي الأساس، هي يعني هي بتحاول تتوسط الفكر الأشعري، بيحاول يتوسط بين أهل السنة الظاهرية وبين العقلانيين، فعايز ياخد النص. وده اللي عمله المؤسس بتاع الأشعرية أبو علي أبو الحسن الأشعري، اللي هو كان الجباء الاعتزالي، هو شبه والده أو في مقام والده لأنه كان زوج أمه، فهو لغى فكرة أولوية العقل، فبقى العقل مرتبط بالنقل. يعني ما وافق عليه العقل والنقل معا، يعني بقينا اثنين مش واحد. الاعتزال على لا، الاعتزال اولا العقل، ده حجة الله. طيب وربنا هيحاسبنا يوم القيامة عليه، مش لانه ادانا حرية الارادة وخلى لنا عقل نفكر به ونعمل على اساسه، وهو هيحاسبنا على هذا الاساس؟ لانه لو ما اعطيناش حرية التفكير وحرية الارادة لن يكون هناك معنى لحسابنا. في كتاب للاستاذ محمود عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية.